لحد لما تعمل وسيلة إعلام خاصة بالثورة تقول للناس الحقيقة. طول ما احنا قاعدين نشتكي، أنا آسف جدا وأنا كلمت أصدقاء إعلاميين، طول ما قاعدين نشتكي لا حق لنا في الشكوى. لما تعمل وسيلة إعلام للثورة باكتتاب مننا تقول للناس الحقيقة، يبقى الناس ما قدامهاش حقيقة. إيه قدامها؟ مفيش، مفيش. كل القنوات زي ما أنت شايف، وطبل وزمر وشتيمة. أنت تخيل ان انت دلوقتي تفتح تلاقي يا فلان يا خاين يا عميل يا سكر يا معفن، ده عادي. يعني انت المواطن يفتح التلفزيون واخد بالك، ده عادي جدا يعني، وانت بتتعشى تسمع الشتايم دي. حاجه مش معقوله يعني. بص، لابد من، انا رايي لابد من عمل وسيله اعلام خاصه بالثوره، ولابد من دعوة لأن الإعلام اللي بيسقط هذا السقوط الأخلاقي القنوات لابد من مقاطعته. وده هيأثر، لأن أنت لو قطعت هذه القنوات الساقطة هتأثر على الإعلانات بتاعتها. لا، يوسف باسم برنامج، إنما كان في مشروع قبل الثورة ممكن تطلعيها من مصر وممكن تطلعيها من بره، وفي ما تقدرش تسيطر. السماوات بقت مفتوحة، زي اللي هو بيقول لك أنا حراقب بالإنترنت، هو ما يقدرش يراقب بالإنترنت وما يعرفش يراقب بالإنترنت، واخد بالك؟ يعني ما يقدرش يعمل المراقبة اللي هو عايزها. يعني هو ممكن يعمل إيه؟ يعني يمشي ورا ناس محددة، إنما فكرة المراقبة الشاملة دي مستحيل. كان من ضمنهم بتاعت اول انترفيو، ما علقتش على انترفيو شخصيا، ولكن في نفس الاسبوع كتبت محاورة بين شاب ثوري وراجل مواطن مستقر، واخد بالك؟ لا، وقبل هل يقرأ السيسي الشعر ده من زمان؟ لا، الاخرانية ما كانتش عندي ادلة. الاخرانية دي ربنا اداني دليلين. لا لا، بصي هقول لحضرتك، واحنا بنتكلم هنا غير الكتاب، خلاص؟ واحنا بنتكلم هنا احنا قاعدين كأسرة واحدة بنقول زي ما احنا عايزين. الكتابة عندك كل حاجة بتكتبيها، في 10,000 واحد مستني عشان يقول الكلام ده مش صح. انا اتشتمت في التلفزيون شتايم حقيرة جدا، نقيت اقذر 2 ارفع عليهم قضايا 16 مرة. يعني اتشتمت في برامج الرياضية، برامج رياضية يعني ناقص، يعني البرامج الوحيدة اللي مش البرامج الوحيدة اللي مش بتشتم بيها برامج الطبخ. في الطبخ، في كل البرامج، خلاص؟ ليه؟ لأن أنت قدمتي حاجات مش ممكن يغلطوكي فيها، واخد بالك؟ مدير تحرير المصري يوم كلمه مساعد العقيد احمد علي عشان يعمل لقاء مع السيسي، وهو قال كده وجايب اسمه الرائد احمد شعبان، ومنشوره في مصر يوم، جهه سياديه خلت الاهرام يخسر 250,000 جنيه لان كان في خطا مطبعي في الجهه السياديه بالمخابرات. وبالتالي لابد تاخدي بالك وانت بتكتبي، عشان كده الشتايم دي كلها، لان مش قادر، ما اقدرش اتسرع غير لما، انما عملت، لا يعني عملت من ايام ما مسكوا عمر حازق، وانا ابتديت يعني الحقيقه من قبلها. بالظبط بالظبط.